أحسن الله إليكم. يقول السائل: قال لي أحد الناس أن شهادة أن لا إله إلا الله لا يدخل صاحبها الجنة إلا بشروط كاملة، فهل هذا صحيح؟ وكيف أعرف أنني أتيت بشروطها؟ نعم، لا إله إلا الله ليست مجرد كلمة تقال باللسان فقط، لكنها كلمة لها معنى ولها مدلول ولها مقتضى. فلا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، ومقتضاها أن لا تعبد إلا الله، فلا تشرك مع الله أحدا في جميع أنواع العبادة، هذا مقتضى لا إله إلا الله. وشروطها داخلة في هذين المعنيين، في معناها وفي مقتضاها، تدخل فيه جميع الشروط. فإذا عرفت معناها، إذا عرفت معناها واعتقدته بقلبك سبحانه، وأن كل معبود سواه فهو باطل، هذا هو معناها. يبقى عليك الالتزام بهذا المعنى وهذا المدلول، وهو أن تنفذه، وأن تعبد الله حق عبادته، وأن تترك عبادة ما سواه، وتقصر جميع أنواع العبادة لله عز وجل. هذا هو المطلوب من هذه الكلمة، معرفة معناها والعمل بمقتضاها. هذه شروطها باختصار. نعم.